وللمزيد حول الموضوع ينضم إلي الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج. مساء الخير دكتور حسن. بداية، ما هو أهم ما جاء في هذا الخطاب؟ مساء الخير إليك ولجميع المشاهدين. بداية نستطيع أن نقول أهم ما كان في هذا الخطاب هناك أمران: الأمر الاقتصادي ومحاربة الفساد كدرجة أولى في الداخل السوري، والأمر الثالث هي المواجهة الاحتلال التركي والإرهابي والأمريكي. الأولوية الأولى، وتحدث عن أزمة الاقتصاد بأن ما يعادل 40 إلى 60 مليار دولار كان متواجد في البنوك اللبنانية، ويعني أحد أسباب الحصار حتى على لبنان هي كانت الحصار على الأموال للمودعين السوريين في البنوك اللبنانية، والتي كانت يشترى يعني بهذه الأموال كان يشترى بضائع التي كانت تصل إلى سوريا عبر المطار والموانئ اللبنانية، ومنها كانت تمر إلى سوريا. ولكن العقوبات التي فرضت أيضا على لبنان، عقوبة قيصر، وعلى سوريا أدى إلى حجز هذه الأموال، والآن لا يستطيعون استخدامها، وبالتالي هناك مشكلة اقتصادية وأزمة اقتصادية بالبلد، وخاصة في الدفع واستيراد الأمور التي تحتاجها سوريا كالأدوية وغيرها. الأمر الثاني الذي تطرق إليه هو موضوع الفساد. نعم. وتحدث في بداية الأمر بأن ما حصل في سوريا يعني بداية الأزمة السورية كان أصلا بدايتها أيضا هناك من باع وطنه ومن كانوا فاسدين وكانوا أصلا في سدة الحكم. ونحن نعرف رياض حجاب كان رئيس الوزراء وبعدها ترك وهرب إلى عن طريق الأردن وهرب إلى السعودية بسبب الفساد، وعبد الحليم خدام آنذاك ترك سوريا أيضا بسبب قضايا الفساد كان هربا من سوريا. فالفساد يعني موجود في جميع مؤسسات الدولة وبين أصحاب المهام الحكومية، ولذلك عليهم أن يعني هو تطرق للموضوع هذا بأنه محاربة الفاسدين، ويعني هناك بداية لهذا الموضوع في عدة قطاعات حقيقة على أرض الواقع، ولكن هذه سوف تكون من مهام الدولة. وأيضا تطرق لاستعمال البطاقات للدفع ما يجب أن يتم دفعه للمؤسسات الحكومية لكي لا تكون هناك أموال يعني بمصرفية تدفع للموظفين، وبالتالي لا نعرف مصير هذه الأموال، أو يضطر الموظف أن يأخذ رشاوة مقابل أن يقوم في أي معاملة. لذلك هو يعني فرض أنه يستعمل المنصات الإلكترونية والدفع عبر البطاقات. نعم سيد حسن، يعني هذا الخطاب يأتي أيضا تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق، ما هي أهداف هذه الزيارة؟ نعم، إذا لاحظنا في الخطاب تطرق سيادة الرئيس إلى الدول الداعمة والحليفة إلى سوريا وهي روسيا إيران والصين، ولطالما كانوا داعمين وواقفين إلى جانب سوريا في من بداية أزمتها إلى اليوم، ولهم الأولوية في إعادة إعمار سوريا وأن تدخل هذه الدول في استثمارات داخل سوريا كما هو الحال الآن مع روسيا وإيران، وأيضا الصين لها دور في إعمار سوريا، وكان هناك محادثات منذ أشهر وحتى أكثر في هذا الموضوع. والآن الصين كدولة مستثمرة استثمرت في إيران حوالي 25 مليار على مدار عشر سنين في إيران، وأيضا الآن آن الأوان إلى أن تستثمر الصين أيضا في سوريا كدول حليفة لها الأولوية في إعمار سوريا، ومرحب بهم أيضا في هذا المجال. وتطرق لذلك سيادة الرئيس، وأعتقد أنه وجودهم اليوم هو مؤشر اقتصادي لسوريا لربما يريح سوريا والشعب السوري تحديدا في هذا الموضوع، لأنه كمان سيادة الرئيس تطرق إلى الاستثمار الذاتي
تحدث عن إنتاج الطاقة الكهربائية وتحديد مناطق لهذه الاستثمارات، منها استثمارات لمحليين، ومنها أيضا سوف يكون هناك لهذه الدول كروسيا إيران وسوريا مشاريع أيضا تستثمر في سوريا مع أصحاب الأموال وأصحاب المصالح السوريين في الداخل السوري. نعم، الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج، أشكرك جزيلا. شكرا.